الانتقال الجهوي للمرأة التجمعية هو من بين اللقاءات اللي قام بها الحزب في جميع الجهات المغربية، وكان مؤتمر ناجح من مشاركته الوازنة ومناقشة الهامة والورشات اللي كانت ناجحة والتوصيات اللي خرج بها جد مهمة. نتمنى التوفيق للمرأة التجمعية في جهة العيون الساقية الحمراء بالنجاح في مهامها، وإن شاء الله هذه بداية اللي إن شاء الله ولا يعود في كل اللقاءات اللي تكون مستمرة لا من المرأة التجمعية ولا من الرجل ولا من الشباب. لقد نظمت المرأة التجمعية اليوم 14 من يناير 2023 اللقاء الثامن للمرأة التجمعية تحت شعار مقاربة النوع رافعة أساسية للدولة الاجتماعية، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع عضوات منظمة المرأة التجمعية وجميع الحرائر بهذه الجهة الغالية من البلاد. ننوه عاليا بما تقوم به الحكومة من إنجازات وتجسيد لالتزاماتها بالرغم من الإكراهات التي واجهتها، كما ننوه عاليا بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لتربع صاحب الجلالة على عرش إسلافه الميامين للنهوض بمكانة المرأة وتعزيزها. وشكرا. في درائرية المرأة ديال الأحرار اليوم بلقاء مهم جدا بالعيون، لقاء اللي كيكون واحد الفرصة باش جميع المناضلات والمناضلين البرلمانيات وكذلك ضيوف من جهات أخرى من المملكة يلتقوا ويتكلموا على البرامج المهمة اللي كيقدمها الحزب واللي لابد أن نعرفوا بها المواطنين المناضلات والمناضلين ونشرعوا كذلك في تجويدها وتحسينها. قضية اللي جات اليوم في صلب هذا الاجتماع هي وضعية المرأة وإنصاف المرأة في عدد من المواضيع ومن ضمنها الحماية الاجتماعية. كانت فرصة بأن نذكروا بأن البرنامج الحكومي اللي كاين باتق من برنامج الحزب بدا في تنزيل الأوراج الكبرى اللي هي الحماية الاجتماعية التعليم والصحة والشغل، وفي كل هذه الأوراج وهذه البرامج تعطات واحد الأهمية لقضية ديال النساء والمرأة، فكانت فرصة كذلك باش نستمعوا الإكراهات اللي كتعيشها النساء في هذه المنطقة وابتكار يمكن حلول جماعيا باش نمشيو إن شاء الله لقدام في التنمية ديال بلادنا وخصوصا فيما يخص وضعية النساء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.